هذا حفل اختتام برنامج مهم جدا ما بين التعاون البلجيكي والمغرب، وطبعا فيه شركاء مهمين اللي هما اليونيسيف والفنياب صندوق الأمم المتحدة للسكان. هذا البرنامج بالمناسبة تمت الإشادة به على مستوى الأمم المتحدة على اعتبار أنهم الممارسات الفضلة، واللي استطعنا الحمد لله في ظرف هذه السنوات أننا نحققوا 100% من هذا البرنامج، سواء على مستوى النساء وعلى مستوى الأطفال. بالنسبة للنساء اشتغال في موضوع مناهضة العنف ضد النساء في مجال وضع يعني مؤسسات فضاءات متعددة الوظائف للنساء، إخراج كذلك بروتوكول حماية لمناهضة العنف ضد النساء وهو بمثابة دليل مرجعي للعاملين في مسار تكفل النساء ضحايا العنف، وعلى مستوى وتوج هذا العمل كله في مجال العنف ب يعني عرض السياسة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء أمس في مجلس الحكومة، واللي كتعتبر سياسة نستشرف من خلالها أفق 2030 المزيد من التنسيق والالتقائية بين كافة المتدخلين لتقليص نسبة العنف في المغرب وتقليص كلفته المالية في إطار رؤية اللي سميناها يعني مجتمع خالي من العنف ضد النساء والفتيات. بالنسبة للمستوى الثاني اللي هو كذلك مهم وهو يعني المعايير الحماية للطفولة، هذه كذلك اليوم المغرب كتعتبر متقدم فيها جدا، فاستطعنا من خلال هذه المعايير الحماية اليوم كما أكيد أنكم تابعتم معنا في العديد من المحطات إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة في 8 الأقاليم وبعدها 10 أقاليم في 2021 في أفق التعميم ديالها في باقي الأقاليم، كذلك إطلاق برنامج تكويني، إطلاق نظام معلوماتي مهم جدا يعني يتتبع مسار الحماية بالنسبة للطفل ومدار الحماية بالنسبة للطفل، واللي طلقناه في سلق في 25 مارس من هذه السنة. إذا نعتبر أن هذا برنامج ناجح، واليوم تم اعتماده كبرنامج من الممارسات الفضلة وتمت إشادة به على المستوى الأممي، ونسبة التنفيذ كذلك مهمة جدا تقريبا 100%.